يا اختي انا مرته وهو كيقول لي تنعسي حدايا. الراجل ما تيقولش لمرته نعسي حدايا، مال نعسي حدايا، حرام حتى هي ولا عيب؟ اختي ما فهمتش انا هاد الناس والله. عادي نعسي حدايا، نقدر نقول لخويا نعس حدايا، نقول لامي نعسي حدايا، نقول لبنتي نعسي حدايا، نقول لراجلي نعس حدايا، الراجل يقول لمرته نعسي حدايا، مال نعسي حدايا؟ رحنا اي مغاربه كنهضروا بالدارجه، واش حنا برتقيز؟ عادي عادي عادي، نخلي ضاربوك زعما نخلي عشتك. الهضره اللي غيفهمها كل شيء، يفهمها واحد قاري واحد ما قاريش، وواحد واعي واحد ما واعيش، فهمتي؟ باش يكون بحال قلتي كتاكلي المرقه بطاطا والزيتون، كل شيء كيعرف ياكل المرقه بطاطا والزيتون، كل شيء كيعرف يغمز، فهمتي؟ مشينا لواحد الحاجه اللي هي سامبل، فهمتي؟ اللي هي بسيطه، يفهمها الكبير والصغير والشارف والمتوسط. وقلت لك اللي قاري واللي ما قاريش.